اليوم نعمل كلجنه نزاهه بمتابعه هذه الملفات وهناك اكثر من 18 وزير او بدرجه وزير تم اصدار اوامر القاء قبض واستخدام بحقهم واكثر من 137 مدير عام واكثر من سبع وكلاء دليل على ان هذه الاوامر القاء قبض على رغم عدم حصر السلاح بيد الدوله هناك عمل مستمر ولكن في ظل هذه الأجواء وفي ظل المحاصصة الطائفية هناك حماية لبعض كبار الفاسدين من قبل الكتل السياسية مما أدى لعرقلة كثير من أوامر حقيقة القاء القبض بحق الفاسدين